وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا، أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا، أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا، أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا، أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا،
ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهمه متقبلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهمه متقبلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهمه متقبلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهمه متقبلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا،
ووجه التهاني فهنه متقبلا. وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا وعمل ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا.